إذا كنت تحمل جواز سفر يابانياً فهنيئاً لك، فأنت تحمل أقوى جواز سفر في العالم لعام 2021. أما إن كان جواز سفرك سورياً أو عراقياً فيؤسفنا أن نخبرك أن ترتيب جوازات سفر هذه الدول هو الأدنى عالمياً، إذ أصدر مؤشر هينلي باسبورت إندكس الذي يحدد بشكل دوري ترتيب جوازات السفر في العالم تحديثاً لعام 2021. وتداول ناشطون على مواقع التواصل وبعض الصفحات الإلكترونية ترتيب الجواز العراقي من بين جوازات العالم، إذ احتل المركز ما قبل الأخير بتسلسل 198. في عام 2018 أيضاً صنفت العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين وليبيا والسودان في ذيل قائمة هينلي، إذ يستطيع مواطنو هذه البلدان دخول أقل عدد ممكن من الدول حول العالم من دون تأشيرة وعلى مدار 4 سنوات. ولم يتغير وضع هذه الدول، إذ لا تزال من أقل دول العالم تصنيفاً فيما يخص قوة جوازات السفر أمام أقوى جواز سفر في العالم لعام 2021، فهو جواز السفر الياباني، حيث أن في عام 2019 أيضاً تصدرت كل من اليابان وسنغافورة المرتبة الأولى، إذ أن جواز سفر كل منهما يتيح الدخول إلى 189 دولة دون تأشيرة، منتزعين الصدارة من جواز السفر الألماني الذي كان الأول عالمياً في عام 2018 بدءاً من خلاله تصدر جوازي السفر الياباني والسنغافوري في المركزين الأول والثاني. وتراجع أيضاً طفيف في ترتيب جواز السفر التركي مقابل تقدم طفيف أيضاً كذلك في ترتيب جواز السفر الأمريكي والبريطاني والإماراتي. وهنا علق عدد كبير من العراقيين على تصنيف جواز السفر العراقي، هناك تعليق لأحمد ماهر حول هذا الموضوع. ماذا قال أحمد عن جواز السفر العراقي؟ يقول أحمد: الجواز العراقي رمز الدولة أو رمز للدولة ويعكس قيمة المواطن العراقي، فالمفروض بوزارة الداخلية أن تتولى أمر معالجة نقاط الضعف اللي تخلي الجواز العراقي في ذيل القائمة، مو على أساس وزارة الداخلية قالت راح يضيفون شريحة للجواز تتضمن كل المعلومات. أشو بس حكي. هناك أيضا تعليق من نورس كاظم، يقول: نورس، الجواز الأمريكي يكتبون عليه نحرك أسطول جوي وبحري من أجل حامل هذا الجواز. الجواز الكندي مكتوب نحرك أو نحرق الدنيا إذا انمست شعرة من حامل هذا الجواز. الجواز الياباني يقولون نحرك جريندايزر على أي واحد يؤذي مواطن ياباني، والعراقي يوصوص بالمطارات. وهناك أيضا تعليق من حامد نادر، يقول: حامد، هذا مو إنجاز شبيه أو شبيه الجواز العراقي، بس أنتوا تطربون على الغريب. أصلا بالجواز العراقي أدخل 33 دولة، شبيها جزر القمر وهايتي، غير بيها يعني غير بيها جو، روح غير بيها جو واخلص من الحر، إلا تروح للسويد وألمانيا. يا رب سامحني على الكذب اللي كتبته. الجواز العراقي في زمن السبعينيات كان من أفضل جوازات السفر في العالم، حيث كان بإمكانك أن تدخل إلى أوروبا وإلى كل الدول العربية والعالم أيضا بدون فيزا، حيث يعتبر كان يعتبر خامس أقوى جواز بالعالم. وهذه هي قائمة بالدول، ربما يعني غير واضحة أمامكم، منها تركيا، أوروبا الشرقية، المملكة المتحدة البريطانية، لوكسمبورغ، السويد، النرويج، فنلندا وفرنسا وإسبانيا، وأخيرا البرتغال. هذا كان الجواز في فترة عام 1975، والآن هو حال أو واقع حال الجواز العراقي، يتذيل قائمة أفضل الجوازات في العالم للأسف.